Thank you. السلام عليكم. أهلا أخوتي أخواتي، لاباس عليكم؟ كي داير أموركم؟ إن شاء الله أتمنى تكونوا بألف خير والصحة والسلامة. إن شاء الله يكون عندنا تمارين اليوم، تمارين البطن تشالنج، يعني يكون تشالنج البطن المسطح، نحافظ على البطن ديالنا، الخواصير، يعني البطن الشامل، كامل، البطن كامل. أوكي؟ خليكم معنا. Yes, we're gonna challenge our abs today. Let's see what exercises we have for that because coach has prepared for us very good exercising in order to get those abs shaped into squares. Okay, our challenge will be like 7 days. We have 7 days. 7 days في ال شو اسمه في challenge اللي يكون عندنا 7 أيام ل challenge البطن المسطح، يعني خلو البطن ديالنا flat or flat belly. خليكم مع التمارين. اوكي، غيكون عندنا البروغرام ديالنا فيها يعني 30 ثانية، يعني في 8 جولات، 30 ثانية في كل جولة، وبينهم 16 ثانية في الراحة. اوكي، ليتس ستارت. فيرست اكسرسايز، أول تمرين. اوكي، سعدي. يلا 3 2 1 نعيد التمارين مرتين. Turn it.
Well done. Yes. Great job. Yeah. خلصنا تمارين اليوم. أربعة تمارين اللي كانوا خفاف ضرب كما نقول إحنا. أربعة تمارين. هذا في أول يوم ديالنا هذا التحدي يعني تشالنج في يعني البطن المسطح ولا المهم خلوا لها التايتل يكون زوين. المهم هذا تحدي البطن هذا أول يوم كان في أربعة التمارين اشتغلنا على التمرين الأول كان الجهة السفلية تمرين الجهة العلوية تمرين وكان تمرين شامل الجهة بين السفلية والعلوية. شكرا لكم بزاف نتمنى يعني لي لايك لي لايك لي لايك لي لايك لان بداو كينزلوا لي لايك وهذا بالعكس كيدي موتيفين يعني ما كيحمسنيش انني نزيد كثر الصراحه يعني كنشوف اتس نوت تو ماتش لايك فروم ذا كومنتس اور لايك اور يعني ملي تكون بدا كينزل صراحه داكشي ما كيحفزنيش بزاف بالعكس كيدي موتيفيني والله يعني ما كرهتش يعني تكون كثار 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 يعني لازم يكون الحماس يكون لي لايك كثار بارطاجيو مع الصحاب مع الاخوه باش تكبر لي شانيل قد ما كبرات قد ما غتساعدونا بزاف وقد ما غتحفزونا اكثر يعني سبسكرايب يعني ولايك وكومنتير وشير مع يعني شير فيسبوك في الانستغرام في اي بلاصه يعني كتساعدونا بزاف وشكرا لكم وهذا بس تكبر القناه باش نعطيو كثار 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 لان ما تحفزنا ما كانش تحفيز يعني بيكون صراحة بتحس ديموتيف يعني والله يعني تفكر صافي يعني ما كاين حتى فايدة يعني بحال كدير مجهود على الاخوة ما كرهتش يعني تبينوا لي في هذا الفيديو ونشوف شحال العدد اللي لايك غتوصل بغيت توصل اكبر عدد اللي لايك اكبر عدد اللي كومنت شير مع هاد في هذا التشالنج غيبان لي كلشي شكرا لكم بزاف وثانك يو سو ماتش ثانك يو فور واتشينغ اس اند كيب close for the next video because it's a week full of challenge for this abdomen workout. Thank you so much. Until next time, much love. See you. Bye bye.